الشيز مو نفسه على هذا الشيز الشاهي الجديد هذا شن هذا داخل ينتج بهذا الجدل وبعض الأوراق الصادرة من وزارة التجارة حاول أحد تجار بابل إثبات صحة شرائه لشحنة من زيت الطعام التي خصصت كما مكتوب على صناديقها لأغراض البطاقة التموينية وغير قابلة للبيع، لكن حكومة بابل تؤكد أن هذه الشاحنة المحملة بهذه المفردة التموينية غير مرخصة للبيع، وأيضا مواد أخرى ضبطت في هذا المخزن بعد أن ثبت تهريبها من مخازن وزارة التجارة في صفقة فساد ضمن صفقات أخرى كادت تطيح بالبطاقة التموينية. تم حجز كمية من المواد الخاصة بوزارة التجارة من مادة الزيت الخاصة ببطاقة التموينية في مخازن في محافظة بابل، وأعتقد أن هذا هو الفساد في البطاقة التموينية، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. أما التاجر فلم يلتزم الصمت أزاء ما يحصل لبضاعته، مصرا على شرائها من أحد التجار المتعاقدين مع وزارة التجارة بعد رفضها لهذه المواد لانتهاء صلاحيتها، ليعود أيضا ويناقض حديثه بتأكيد صلاحيتها للاستهلاك البشري. احنا ما نذل باعتبار عندنا كتب رسمية موثقة انه تقول انه تقول هاي الكتب انه لك حق انه تتصرف بهاي البضاعة، باعتبار وزارة التجارة رفضت هاي الكمية، رفضتها لانه هي اساسا الكمية اجت تعرف اكو كسباير على كل عبوة على الكرتون. فمن دخل وزارة التجارة ظل فترة عند وزارة التجارة بحدود 6 أشهر لا مو اكسباير، لانه هي بعد لها هسه الاكسباير مالها حاليا، احنا هسه احنا من جبناها بعد لها 10 أشهر تسقط. وبينما تحتجز هذه المواد بمذكرة قضائية من قبل حكومة بابل بانتظار نتائج التحقيق، سارعت لرفع مذكرة أخرى إلى هيئة النزاهة تحسبا من تدخل المحسوبية التي قد تؤدي لتبرير وصول هذه المواد المخصصة ضمن مفردات التموينية إلى السوق السوداء.